السلام عليكم، كما اللي وعدتكم اليوم إن شاء الله نحاول نخدم الدرس الأول للسنة الثانية متوسط الجيل الثاني. المقطع الأول اللي هو العمليات على الأعداد الطبيعية والأعداد العشرية. اليوم إن شاء الله نبدأ الدرس الأول اللي هو حساب سلسلة عمليات بدون أقواس. كما كنتم تشوفوا في هذه الصورة راني حاط لكم الاربع عمليات الموجوده. اربع العمليات كاين عمليه الجمع، عمليه الطرح، عمليه الضرب، وعمليه القسمه. بالنسبه لعمليه الطرح وعمليه الجمع راكم تشوفوهم وكانهما سيارات عاديه، سيارتان عاديتان، في حين بالنسبه للضرب والقسمه تشوفوهم باللي هما سيارتان اسعاف. وبالنسبه راني حاط لكم هنا الشرطي. الشرطي هو ليقوم بسلسلة العمليات، معناتها هو لي يمرر هاد العمليات. راكم عارفين باللي في قانون المرور كاين نظام أولويات. حطيت لكم العمليات الأربعة في شكل سيارات إسعاف وسيارات عادية باش نسهل عليكم الفكرة وما تبقاوش تحفظونا في القواعد، تخدموا هاي بالفهم. لاحظ معايا، قبل ما نمشي نقوم بحساب سلسلة عمليات لازم أول شيء نعرف واش معناتها سلسلة عمليات. سلسلة عمليات باش نعرفوه هي أي عبارة رياضية تحمل عدة عمليات، معناتها من عمليتين فما فوق. معناتها كنحط كمثال هذه، كنحط كمثال أ تساوي 4 زائد 5، هذه عملية، هذه عملية. وكنحط ب تساوي 5 ناقص 2، هذه عملية. وكنحط كمثال سي ونحط هنا 7 في 3، هذه عملية. وكنحط دي تساوي 6 قسمة 2، هذه عملية. هادو الأربع عمليات اللي نعرفوها. وكان نحط ضربة كمثال أ تساوي 4 زائد 5 في 3، هنا ضربة شحال عندي من عملية؟ عمليتين. معناتها هذه ما نقدرش نسميها عملية، هذه كلها ما نقدرش، هذه العبارة ما نقدرش نسميها عملية اصلا. واش نسميها جمع ولا جداء ولا ضرب ولا واش نسميها؟ هنا في هذه الحاله كي تكون تتضمن كي يكون فيها عمليتين فاكثر نسميها سلسله عمليات. معناتها كل عباره تحتوي على عمليتين فاكثر نسميها سلسله عمليات، فيها عده عمليات. هاي لاحظوا معايا هنا سلسله عمليات، باش نكتبها لكم، سلسله عمليات هي كل عبارة رياضية تتضمن عمليتين فأكثر. عمليتين فأكثر معناتها ماشي شرط، مانيش نقول لكم قلب التحديد جمع وضرب، مهم يكون فيها عمليتين. يقدر حتى يكون فيها عمليتين جمع، ولا يقدر يكون فيها عمليتين طرح، ولا عمليتين جمع وطرح، ولا اربع عمليات. مهم يكون فيها من عمليتين فاكثر، هذو كلهم سلسله عمليات. هذا فيما يخص البدايه. حنا قلنا بالنسبه هذه دروك حطوه في عقلكم، هذه باش ما نبقاوش نحفظوا في القوانين. هذه دروك هذه الفكره، هذا المفتاح تاع الدرس، كي تحطوه في الذهن تاعكم سيتحلوا كل الحسابات وكل سلاسل العمليات تخدموها. لاحظ معايا، عندكم اي حاجه تحطوها براسكم، عندكم عمليه الزائد وعمليه الناقص، هذه عمليه الجمع والطرح، هادو سيارات عادية. وعندكم بالنسبه للضرب والقسمه كما اللي رسمتهم لكم في الواجهه الاولى، هادو سيارتا اسعاف، معناتها فيهم واحد مريض. المهم تبعوا معايا، دروك نمشيو للحاله الاولى.
دونك نحاولوا نخدموا بالامثله باش تفهموا ونفهمكم مرحله بمرحله. شوفوا معايا، عندنا بالنسبه كمثال يعطونا نخطو حنا نفهموا بالامثله خير من اللي نفهموا بالدرس اللي مليه لكم، ما عنده حتى فايده. بصح نحط لك مثال تفهم كلش. لاحظ معايا، راني مش نحط لكم كل الحالات، كل كامل الحالات الوارده اللي تقدر تصادفهم في الفروض ولا في الاختبارات ولا في اي شيء. لاحظ معايا، الحاله الاولى وين يكون عندي سلسله عمليات، سلسله عمليات فيها إلا الجمع والطرح، معناتها ونقدر حتى نكتب لك أو، معناتها فيها يا إما الجمع عامل مع الجمع، يا إما جمع وجمع، يا إما طرح وطرح، يا إما جمع وطرح مخلطين. نمشيو نخدمو الأمثلة ونشوف معي. عندي أ تساوي 8 زائد 9 زائد 1، هذه سلسلة عمليات تكتب باللي فيها زائد هيتي وزائد هيتي، معناتها عندنا الجمع جمع، هذه سلسلة عمليات علاش؟ لخاطر فيها عمليتين، هاون ما فيهاش غير عملية وحدة، فيها عمليتان، معناتها هذه دروك كيش نقومو بالحساب تاعها، دروك أنا خصني نحسب، هذا هو الهدف تاعي، خصني نحسب هذه السلسلة، هذه أ هي سلسلة، دروك أنت هذا الأ هذا هو الشرطي، معناتها انت هو الشرطي، انت الشرطي انك ماشي تمرر هاد العمليات، يا اما تمرر هادي يا اما تمرر هادي. وملاحظة بالنسبة الشرطي راه واقف هنا عند تساوي وراه يمرر هاد العمليات، يا اما يمرر هادي يا اما يمرر هادي، يا اما يمرر هاد العملية الاولى يا اما يمرر العملية الثانية. يلا حد معايا دروك نقراوها بهاد الفكرتين. شوف معي، هاد زائد سيارة عادية وهاد زائد سيارة عادية، هنا بالنسبة للشرطي كي يجي يمررهم يختار ما يختار فيهم بزوج بهم سيارات عادية، معناتها هنا في هذه الحالة ما يقدرش يفضل سيارة عادية على سيارة عادية أخرى، معناتها اللي قدامه هو اللي يمر، معناتها هنا واش يعمل؟ يمرر هذه هي الأولى ويحط هنا 8 زائد 9 وتعطينا 17 زائد هذه دروقي، هذه ما هذه ما هودتش، معناتها هو هون قام بالعملية الأولى، هذه ما خرجش فيها ما مررهاش، هذه غير تسنى يمرر هذه عاود يمرر الثاني، هذه دروك عاود تعود أي دروك عاود نقوم، هو صاي كمل دروك السيارة الأولى راحت، دروك السيارة الثانية من وراها تروح، معناتها عاود نحطو 17 زائد 1 وتعطينا 18. لاحظتو معايا كي سهلة؟ نمشيو عاود البي، بي نحطو 9 ناقص 3 ناقص 5، هيا شوف معايا هنا نفس الشيء، هذه سلسلة عمليات فيها طرح طرح سيارتان عاديتان، يفضل كاش وحدة منهم بالنسبة للشرطي، الشرطي هذا بي من الشرطي هنا اللي راه عند تساوي نتا اللي تمررهم، ما تفضل حتى عملية، هذه عادية وهذه عادية، معنتها الأولى تجي قدام تساوي هي اللي تبدي بها، معنتها تبدي بهذه 9 ناقص 3 تعطينا 6، 6 ناقص 5 غادي تهود خاطر ما خدمناش بها، نهودو العملية بها بالحد تاعها الثاني، هي تجينا هنا ب تساوي 6 ناقص 5 تعطينا 1. لاحظتو معايا كي سهلة؟ نزيدو نواصلو. عندنا عاود الحالة الأخرى، الحالة كمثال يعطونا هنا هايدي سي، حالة سي سيعطونا عطونا هنا 8 زائد 4 ناقص 6، أي دروك هنا لاحظ معايا هنا بالنسبة لسي يكتب باللي هنا واش فيها، هذه سلسلة عمليات فيها الجمع والطرح، والجمع والطرح بالزوج بيهم سيارتان عاديتان، معناتها في هذه الحالة ما يفضل الشرطي حتى وحدة من بيناتهم، معناتها هنا يبدي بالعملية اللي قدام تساوي اللي هي هذا الجمع، أي دروك هنا نحط هذه 8 زائد 4 تعطينا 12، أي عاود نهود العملية الثانية السيارة الثانية عاود حتى هي عاود تقوم بها، وجينا هنا سي تساوي 12 ناقص 6 وتعطينا 6. نمشو عاود للمثال دي،
دي حطيتها شوية طويلة، ما انت خلطتهم حطيت بزاف، فيها أربعة العمليات باش هيدا تكون عندكم فكرة باين. حطوا 8 زائد 7 ناقص 5 زائد 1 ناقص 2. هيا شوفوا معايا هنا بالنسبة لدي، هنا دروك نشوف هاد السلسلة واش فيها، فيها إلا السيارات العادية معنتها نفضل كاش وحدة منهم، لا معنتها العملية الأولى تفوت، أو العملية الثانية تمر، أو العملية الثالثة تمر، أو العملية الرابعة تمر، ما كانش تفضيل. معنتها بدي بهادي، بدي بالأولى اللي هي هادي. 8 زائد 7 تعطينا 15. أي هادوك الأخرين اللي ما خدمتها، العمليات اللي استنا نكتبهم كامل هاي. تلاحظوا معايا، أي عاود نزيد نواصل، عاود العملية اللي وراها هادي، عاود دروك نمشي للمرحلة الثانية وين عملية الطرح هي اللي ولات الأولى، سقطت الأخرى لما الجمع صاي مشات. أي عاود السيارة اللي وراها عاود تقوم بالتمر. أي جينا هنا 15 ناقص 5 تعطينا 10، عاود زائد 1 ناقص 2 هادو يهودو. لاحظ الاخرين اللي مخدوم اللي ما مروش يهودوا كما هم، يتحركوا ما يهودوا، غير يبقاو يستناو حتى كي الشرطي يعاود يمررها. هيا عاود 10 زائد 1 او تولي لنا 11 ناقص 2. الخطر هادي تهود، الخطر ما مرتش تستنى. جينا دي تساوي 11 ناقص 2 تعطينا 9. ثم دروك في القانون واش يقولوا لكم في القاعدة، يقول لك إذا كانت سلسلة ضمن جمع وطرح أو الطرح، في هذه الحالة تقوم بالعمليات حسب ترتيب كتابتها. معناتها العملية الأولى تقوم بها الأولى، العملية الثانية تقوم بها الثانية، العملية الثالثة تقوم بها الثالثة، وتمشي تتكملهم كلها. بصح هاد الحفيظة راني عارف بلي بعض الأحيان تحفظ القاعدة ما تعرفش تطبقها، وهذا هو المشكل تاعنا، ان نحفظ القواعد وما نعرفوش نطبقها. دروك انا راني حاط لكم كل الحالات باش تحاولوا تدربوا فيهم، والفكره تاع السيارات تهلن على الفكره. نمشيو دروك للحاله الثانيه، الحاله الثانيه وين يكون عندنا سلسله عمليات تتضمن الضرب او القسمة. الضرب او القسمة معناتها فيها غير الضرب والقسمة، ما فيهاش، ما تلقاش فيها الجمع والطرح، تلقى فيها يا ضرب ضرب، يا قسمة قسمة، يا الضرب مخلطة مع القسمة، معناتها مزيج. هيا نمشي ونخدمو نفس الفكرة، نخدمو كل الحالات الواردة، كل الحالات اللي تقدر تصادفهم في الامتحانات. شوف معايا، نمشيو لا نحطو فيها غير الضرب، كمثال 4 في 5 في 2. أي هنا هادو سيارات إسعاف، هاك تلاحظ، وانت الشرطي راك تمرر فيهم، كي تلقى سيارات إسعاف بالزوج بهم سيارات إسعاف، تفضل سيارة إسعاف على سيارة إسعاف أخرى، بالزوج فيهم مرضى، معنتها في هاد الحالة ما تفضل حتى وحدة بيناتهم، معنتها الأولى اللي راك قدامك هي اللي تمررها. معنتها هنا نفس الشيء، تخدم نفس الخدمة تاع الفكرة تاع السيارتين العاديتين. معنتها دروك تبدي تمرر الضرب هي الأولى، 4 و5 تعطينا 20، عاود هادي تهود تبقى تسنى، هي تجينا 20 في 2 تعطينا 4. نمشيو لبي، البي عاود نحطو قسمة قسمة، 15 قسمة 3 قسمة 5. أي لاحظ معايا هنا، هادو سيارتي إسعاف بالزوج بهم سيارتي إسعاف، الشرطي يفضل شي وحدة منهم، ما يقدرش يفضل شي وحدة منهم، معنتها هنا يقوم بالأولى اللي تكون قدامه هو اللي يمررها، معنتها 15 قسمة 3 تعطينا 5، هادي تنتظر كي تمر الأخرى عاود تمر هي. جينا هنا 5 قسمة 5 تعطينا 1، معنتها بي يساوي 1. نمشيو عاود للحالة الثالثة، هايدي يحطولنا هنا سي، يحطولنا دروك مزيج، يحطولنا ضرب وقسم. أيا لاحظ معايا، 4 في 10
عصمت اثنان. دونك هادو بزوج بهم سيارة اسعاف. بالنسبة للشرطي ما يفضلش وحدة على وحدة، معناتها اول واحد اول عملية تصادفو تجي قدامه هو اللي يمررها، معناتها يمرر عملية الضرب. جينا 4 × 10 = 40 قسمة اثنان، هادي تنتظر باش يجي الدور تاعها. 40 × 2 تعطينا 20. نمشو عاود لدي. دي هنا قلنا بلي دايما نحطو فيها مزيج كبير، معناتها نحطو سلسلة شوية كبيرة باش توضفوا الفكرة. هنا عندي دروك 10 × 5 × 5 × 6. يعني تلاحظ هنا هادو بربعة بهم كلها سيارات إسعاف، معناتها هنا الشرطي ما يقدرش يفضل سيارة إسعاف على سيارة إسعاف أخرى، معناتها يمررهم بكل واحد بالدور تاعه، معناتها الأول بالأول والثاني بالثاني الثالث بالثالث عاود الرابع، معناتها هنا يتبعوا الدور تاعه. هيا جينا هنا دي تساوي أول عملية تصادف الشرطي هي القسمة هذه الأولى، هيا يبدي بها 10 × 2 تعطينا 5. في هادو كي ينتظروا، معناتها نكتبهم كما هم. شوف ما ننسى حتى وحده، وشوف شلون نحطهم مرتبين وحده تحت الاخرى باش هيدا ما ننسى حتى وحده، خاطر اذا نسيت كاش وحده منهم كل شيء ضيع لك اللي ما كتخدم والو. هيا عاود الاولى هنا هي هادي 5 × 5 تعطينا 25. عاود هادو ينتظروا قسمة 5 × 6 العملية اللي تنتظر نكتبها ما نخدمهاش، تنتظر تنتظر. دي تساوي عاود تولي لي هذه هي الاولى 25 × 5 تعطينا 5 × 6 وتعطينا دي تساوي 5 × 6 وتعطينا هنا 30. لاحظتوا معايا الفكره كي سهله، ماشي حاجه صعيبه، حاجه سهله ما كان والو، ما كان حتى حاجة صعيبة ولا قل مبهمة ولا كل شيء سهل. نمشيو دروك للحالة الثالثة. الحالة الثالثة هي الأصعب وهي سهلة بهذه الفكرة، كي عطيتكم المفتاح صحيح ما بقاش مشكل، ما تحفظ لا قوانين لا. هنا نفس الشيء القاعدة هذه الحالة الثانية، حتى يقول لك إذا كانت تسلسل تتضمن الضرب والقسمة في هذه الحالة نقوم بحساب العمليات حسب ترتيب كتابتها، معناتها حتى هنا ما كانش أولويات في الحساب، معناتها ما نفضلش عملية على عملية، يمروا تقوم بالعملية حسب الترتيب تاعها كما تاع اللي يكون عندنا الجمع والطرح مع بعض. نمشيو للحالة الثالثة. الحالة الثالثة اللي هي وين يكون عندي مزيج، معناتها سلسلة عمليات تتضمن الجمع والطرح إلى جانب الضرب والقسمة، إلى جانب القسمة معناتها هنا عندي مزيج من السيارات العادية مع سيارات الإسعاف. شوفوا معايا كاين غير ملاحظة هنا، راني نخدم الحالة وين يكون عندي سلسلة بدون أقواس، سلسلة بدون أقواس، هذه الحالة الأول راني نخدم الدرس الأول، الدرس الثاني إن شاء الله يكون فيه الأقواس. لاحظ معايا، نمشو للمثال الأول. عندي أ تساوي حطو 5 + 2 = 4 ناقص 6. شوف معايا هنا هادي عندي سيارتان عاديتان اللي هي الجمع والطرح، وعندي سيارة إسعاف. انت كشرطي كي تشوف سيارة عادية وتصيب سيارة إسعاف، هنا واش تعمل؟ السيارة العادية تنتظر وسيارة الإسعاف هي اللي تمررها، هي اللي عندها الأولوية، سيارة الإسعاف عندها الأولوية، من هي اللي تمر اخطر فيها مريض ولا هي. دروك هنا أ تساوي دروك هاد عملية الجمع سيارة العادية وهذه عملية الطرح، ينتظروا يستناو حتى كي تمر سيارة الإسعاف،
هي لاحظ معايا، هادو كينتظروا، قلنا بلي كنكتبو كما هم. هادي اثنان في أربعة تعطينا هنا 8، هادو درو كتبناهم كما هم، اختار انتظروا ناقص 6. تشوف معايا أ تساوي، أي دروك ولات لي كما اللي كنا نخدموهم من قبل، صاير مبقاش صاير إسعاف، صاير إسعاف الوحيدة مررناها. أي 8 زائد 5 تعطينا 13 ناقص 6، هي دروك هنا تعطينا أ تساوي، أ تساوي أي 13 ناقص 6 تعطينا 7، معنتها أ يساوي 7. تلاحظ هنا واش عملنا، هنا سيارة إسعاف فضلناها، معنتها تعطى الأولوية لسيارة إسعاف، ولا تعطى الأولوية لعملية الضرب. تلاحظوا نزيدو نوصلو، نمشيو لبي، نعاود لبي، بي تساوي هي عندي هنا 8 زائد 9 قسمة 3 زائد 2، هيا لاحظ معايا هنا نفس الشيء، بي تساوي أي عندي سيارة عادية، سيارة عادية سيارة إسعاف، هيا دروك باش نبدي بسيارة الإسعاف، هذه هي اللي نبدي بها الأولى، اختار نفضلها، هذه تعطى الأولوية لسيارة الإسعاف ولا تعطى الأولوية لعملية القسم، أيا لاحظ معايا، 9 قسمة 3 تعطينا 3، أيا الآخرين هادوك ينزلو ينسناو، معنتها نزلو، أيا دروك بي تساوي، صاي ولات لي دروك سهلة، 8 زائد 3 تعطينا 11 زائد 2، وتعطينا هنا بي في الأخير. اختار هنا صاي هنا تبع كيكو عندي جمع جمع، معنتها هنا سيارة عادية نتبعو ترتيب تاع الكتابات تاعهم، معنتها ما كانش أولوية، معنتها اللي جات قدامي نقوم بها، أي 11 زائد 2 تعطينا 13. نمشيو لسي، سي دروك هنا هادي فيها واحد الفكرة نضيفها لكم، دروك هادي لاحظ معايا، 10 زائد 20 قسمة 5 ناقص 4 في 3، لاحظ معايا دروك هنا، هنا اكتب بلي عندنا سيارتان عاديتان وسيارتا اسعاف، حنا بالنسبة هو واش يعمل الشرطي، الشرطي كي يلقى سيارتان اسعاف ومن فاصلين، انت كاين سيارة عادية هنا راها، هو واش يعمل، يمرر سيارة إسعاف، سيارة إسعاف يمررهم ويخلي عملية ويخلي السيارة العادية تسنى اللي راها في الوسط، ويمرر السيارتان الإسعاف يمررهم ما يقدرش يخليهم يسنى، أما الباقية ينتظر مع السيارة الأخرى، أي معنتها هو دروك واش يعمل، يعمل في نفس المرحلة يمرر سيارتين، سيارتين إسعاف، معنتها هنا 20 قسمة 5 تعطينا 4، 4 في 3 تعطينا 12، السيارات العادية دروك تنتظر وتعود هايدي، تشوف لاحظ معايا، سي تساوي، وكان نخدمها بطريقة أخرى تخرج لي خطأ، مي كاين ملاحظة، شوفوا خدموها بطريقة أخرى وشوفوا ما تخرج لكمش، بعض الأحيان غادي يخرج لك حتى تلقى روحك عدد صغير تنقص منه عدد كبير، وهنا تلقى الخطأ كبير، هي شوف معايا دروك هنا ولاني سيارتين عاديتين، معنتها ما كانش تفضيل بيناتهم، أول عملية نقوم بها معنتها هادي 10 زائد 4 تعطينا 14 ناقص 12، وتعطينا سي تساوي 14 ناقص 12 تعطينا هنا 14 ناقص 12 تعطينا 2، لاحظتوا معايا، نمشيو نخدمو الحالة الأخيرة السلسلة الأخيرة اللي هي دي تساوي، نحطو هنا دي 8 زائد 32
قسمة 16 في 3 ناقص 9. اكتب هنا دروك في هذه الحالة الفرق ما حتى هذه فيها سيارتين عاديتين وسيارتين إسعاف. تاع الفرق ما بين هذه وهذه، في هذه الحالة حطيت سيارتين الإسعاف كلي بيناتهم كاين سيارة عادية، بصح هنا في هذه الحالة حطيت سيارتين الإسعاف متابعين وحدة ورا وحدة، ما حطيتش بيناتهم سيارة عادية. بعد في هذه الحالة الشرطي واش يعمل؟ دونك الشرطي ما يقدرش يفضل سيارة الإسعاف الأولى على سيارة الإسعاف الثانية لخاطرهم متابعين وحدة ورا وحدة، ما يقدرش يفضلها ولا يجيب هذه قبل الأول. هنا واش يعمل؟ هو حقيقة بالنسبة لعملية الجمع وعملية الطرح نعرفهم بلي سيارتين عاديتين يسنها يعني ينتظر، في حين سيارة الإسعاف لازم يمررهم معناتها تعطى الأولوية لسيارة الإسعاف. بصح هادو دروك بيناتهم ما يقدرش يفضل القسمة على الضرب ولا الضرب على القسمة، معناتها هنا يقوم بهم حسب الترتيب، معناتها يبدي بهادي وما يقدرش يقوم بهم في نفس الوقت لخاطر دروك هاد 16 هو قاسم بالنسبة لعملية القسمة وهو عامل بالنسبة لعملية الضرب، معناتها هنا ما يقدرش يستعملهم في نفس الوقت، ما يقدر هذه 16 مشتركة ما بين عملية القسمة مشتركة بالنسبة لعملية الضرب، معناتها ما يقدرش يقوم بهم في نفس المرحلة، هي معناتها يبدي بعملية القسمة هي اللي راها الأول. جينا 8 زائد هذه نكتبها كما هي خاطر ما تنتظر، 2 و 3 قسمة 16 تعطينا 2، هذه دروك كانت تنتظر 3 ناقص 9، هي دروك مازال عندي سيارة إسعاف، سيارة إسعاف هذه يفضلها هي الشرطي يفضلها، ما يمررش هادو حتى كي يمرر عملية الضرب اللي هي سيارة إسعاف. جينا 2 و 3 جينا 6 هادو كيهودو كما هم، هادي هنا لاحظ معايا معناتها جينا هنا دي تساوي 8 زائد 6، هنا دا صحيح دروك رجعت لي سيارة عادية، 8 زائد 6 تعطينا 14 ناقص 9 هادو تنتظر. جينا هنا دي تساوي 14 ناقص 9 تعطينا 5. هذا فيما يخص سلسلة عمليات بدون أقواس، ما فيهمش الأقواس. هذا هو الدرس الأول، اكتبوا باللسان ما فيه والو. عندكم المفتاح اللي هو سيارة العادية وسيارة الإسعاف، سيارة العادية اللي هي الجمع والطرح، سيارة الإسعاف هما الضرب والقسمة، والشرطي هو أنت اللي تقوم بتمرير هذه العمليات. إن شاء الله تكون شرطي شاطر وتعرف كيش تمرر العمليات، وانتم حاولوا بشوية بشوية رفضوا هاد الحالات كلها بوحدكم، كتبوهم في ورقة وحاول تعودوا لهم بوحدكم وشوفوا إلا تخرجوها نفسها ولا لا بنفس الطريقة وبنفس الفكرة بلا ما تحفظوا لا قواعد ولا أي شيء. كما هنا هاد القاعدة هذه يقول لك إذا كانت سلسلة عمليات تتضمن الجمع والطرح إلى جانب الضرب والقسمة في هذه الحالة تعطى الأولوية إلى الضرب والقسمة، بصح هنا ما عطاوناش الكيفية معناتها كي تحفظ هاد القاعدة وتلقى سيارة الإسعاف ولا عملية الضرب والقسمة متبوعين ولا متفرقين، هنا كيش تقوم بها؟ راك حافظ قاعدة وما عندهاش آلية، الآلية كيش تحسبها، معناتها هنا وكأنما قاعدة بدون روح، معناتها ما تقدرش تطبقها، وكان ترفضها كقاعدة عبارة لغوية ما عندها حتى معنى، حتى تمشي تطبقها ما عندها حتى فيها حتى معنى، ما تقدرش تطبقها الا اذا واحد وراها لك. هنا صح الاستاذ يحاول يوري لك قدر الامكان، بصح علاش ما نخلقوش مفتاح ولا حاجه سهله هيدا تعاوننا وتسهل عليا الماموريه احسن من اللي نبقى نحفظ في القواعد ونلقى روحي نحفظ باطل، وكيعطيوك سلسله ما تقومش بالحل تاعها ولا تحلها خاطئه نفس الشيء تخرج في نفس النتيجه. لاحظوا معايا نمشيو دروك للتحدي، لاحظ نعطيكم التحدي تاع اليوم، قلت لكم بلي دائما انا دائما كل نهايه اي درس نعطيكم تحدي، نعطيكم حل تمرين تطبيقي ونشوفكم الى تعرفوا ولا لا. في الحصه المقبله ان شاء الله في الدرس الموالي نقوم بالحل تاع هذا التحدي، تتاكدوا من العمل تاعكم الى كان صحيح ولا خطا،
ونواصلوا الدرس الثاني، نبنيو عليه، نبنيو وكأنما كتبني منزل، انتهى الطابق الأول أو الطابق الثاني وتمشى. أي لاحظ معي، نمشيو للتحدي. التحدي أي لاحظ معايا، نعطيكم حساب السلاسل، حساب السلاسل بدون أقواس. هادو سلاسل العمليات بدون أقواس. أي دروك يقولوا لنا عندي الأولى هي أ، نعطيكم هاد العبارة تحسبوها، يحطونا 9 + 5 - 4 + 2 - 1. نعطيكم عود ب تساوي، نعطيكم ايه، نعطيكم 3 منهم. هذا ما كان، حاولوا تقدموا. ب تساوي 10 - 3 × 2 + 14 = 7. أو نعطيكم C تساوي 15 + 5 × 4 = 10. هادو فيما يخص التحدي تاع اليوم إن شاء الله تحاول تخدموه، عندنا سهلين، حاولوا توما دروك توظفوا الفكرة تاع سيارات الإسعاف، سيارات عادية، ومروهم بطريقة سهلة. انتوما دروك حاولوا تحلوهم في ورقة، حطوهم على جنب، ان شاء الله نقوم بالدرس الثاني في القريب، تخرجوا هذيك الورقة وتشوفوا. فانا ان شاء الله نقوم بالحل تاع التحدي، تشوفوا تقارنوا العمل تاعكم الى صح ولا خطا، تحبوا تحطوهم لي في التعليقات في القناة، وان شاء الله انا في التعليقات نحط لكم الاجوبة ونفهم. كاين ملاحظ، الله يخليكم، حاولوا تشتركوا في القناة باش تدعموها. والشيء الثاني مش غير الدعم، وانما بالنسبة للفيديوهات شحال ما يكون كاين مشتركين، شحال ما تظهر في قوائم البحث، معناتها شحال ما يستفدوا منها عدة أشخاص. بدي بكم عشان تشتركونا في القناة، الله يحفظكم، إن شاء الله ربي يفرحكم ويعاونكم، وإن شاء الله تنجحوا. وأي شيء، أي سؤال ولا أي تمرين كان عندكم فيها صعوبة ولا أي شيء غبنكم، حاولوا بعثوه لي وإن شاء الله نقوم بالحل تاعو ونبعثه لكم إن شاء الله. مهم ربي يعاونكم ويفرحكم أنتم ووالديكم. شكرا.